الخير عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم الرياضي كوكتيل سبور. اذا كالعاده مشاهدينا رايحين نتابعوا معنا ثلاث رياضات متنوعه، والبدايه رايحه تكون بكره اليد ومن قاعه برج الكيفان اللي احتضنت مباراه القمه بين المجمع البترولي وضيفه امل سكيكدا. ملخص عن المباراه نخليكم تابعوها. لحساب الجولة 17 من بطولة القسم الممتاز لكرة اليد، وبقاعة برج الكيفان استقبل متصدر الدوري المجمع البترولي بثلاثين نقطة حامل لقب الموسم الفارط أمل سكيكدا الذي ضيع فرصة الاحتفاظ بلقبه، غير أنه جاء ليلعب بقوة من أجل الظفر بالنقطتين يضمن بها إحدى المراكز الأولى. كان هناك لاعبين اللي انتقلوا من الفريق وكان هناك اصابات، هذا ما سمحناش باش نكونوا في المقدمه تاع البطوله الموسم هذا، مي هذا ما يمنعش لي ما يمنعناش باش نكملوا نعملوا بكل صرامه باش الفريق تاعنا يعاود يطلع بقوه. فيما كان البتروليون في حاجة أمس لنقاط المباراة تعزز في تربعهم على البطولة وتقربهم أكثر من الفوز باللقب. حقيقة هذه المقابلة مهمة، والمقابلات اللي بقاو مازالهم تاني مهمين باش نعملوا ساق إن شاء الله للبطولة. المباراة عرفت عودة حارس المجمع عبد الملك سلاحجي من الإصابة، فيما غاب بعض اللاعبين السكيكديين عن اللقاء بداعي الإصابة. ندية وإثارة شهدها اللقاء منذ انطلاقه، حيث كان أشبال رضا زجيلي يتسابقون في التسجيل، لكن أمل سكيكتا لم يتأخر في الرد بالتهديف، وهو الشيء الذي كان يحفز البتروليون أكثر، ما جعلهم يحافظون على تقدمهم في المباراة بفارق نقطتين فحسب بعد مرور ثمان دقائق من الانطلاق. فارق بسيط، وعناد أشبال سكيكدي فاروق ذهيلي سمح لهم بتسجيل أول تعادل في الدقيقة 12 من اللقاء بست نقاط لمثلهم. خبرة وتألق بركوس مسعود ورمياته القاتلة صعبت المهمة على حارس سكيكدا الشاب رضا إدري رغم تألقه هو الآخر. بعد مرور 27 دقيقة يصل فيها فارق النقاط لأول مرة إلى أربع أهداف لصالح المجمع النفطي قبل أن ينتهي الشوط الأول ب14 مقابل 11 إصابة. الشيء الذي لم ينقص من عزيمة رفقاء رضوان الساكر الذين دخلوا متحررين ومحفزين أكثر في ثاني مرحلة من المواجهة. فرغم التفوق الذي فرضه رفقاء بالرياح طيلة أطوار المباراة، استطاع أمل سكيكدا تعديل النتيجة في عدة مناسبات، غير أنه لم ينجح في خرق صلابة دفاع المجمع ولم يوفق في تسجيل أي تفوق عليه. ليصنع في الأخير عامل الخبرة الفارقة بنقطتين في المباراة التي انتهت لصالح المجمع البترولي. هذه هي الرياضة، الفو اكسبتي الفو سبورتيف. احنا بالفريق العام هذا تعتبر الفريق الناس كل على بالها مرحلة انتقالية، وان كان لاعبين غادروا الفريق وكان لاعبين اللي انصابوا، كان على الأقل 5 لاعبين أساسيين اللي غادروا ما راهمش في الفريق من اصابات وذهاب وتغيير في فرق اخرى. المباراه دخلنا فيها باش نفوزوا باسكو خسرنا الماتش اللي فات، دونك او موا بور ريبوندير
بصح ما حالفناش لحد باش نفوزوا في المقابله هذه، ادينا ما علينا. نشكر اللاعبين ونشكر فريق جياس على الاداء اللي قدموه. الحمد لله كانت النتيجه ايجابيه، نقول هذه ثاني زادت انا قوه كبيره لسلحجي كي دخل في المباراه تاع اليوم، والحمد لله احنا راح نسيروا المباراه للمباراه. نقول مازلنا سبعه مباراه، ما نجموش نقولوا رانا بطل، مازال سبعه مباريات وكل فريق نحترمه، ونستناو حتى المباراه الاخيره امام تاجنان. مسعنا كاع سيدي فينال، الحمد لله ربحنا دو بيت، دونك مازال الماتش مع براقي اللي لازم نحضروه، يعني ستي ريفونج لينا، لازم نروح لبراقي باش نروحوا نفوزوا ان شاء الله باذن الله. ومن بعد عندنا ثاني البرج ونقدروا من بعد نقدروا نتكلموا على البطوله باش خديناها 100%. جوبونس حنا درنا المهم تاعنا، والبطوله مازالها طويله، مازالوا جوبونس 11 ولا 10 ماتش، ومازال لنا دو ماتش مع الدوزيام والتروازيام، دونك ما نقدروش نقولوا حسمنا البطوله، نقدروا نقولوا بلي الفريق سكيكدي خرج من البطوله، خرج من المنافسه على البطوله، مي باش حنا حسمنا البطوله نظن بلي مازال البطوله مازال مشوار طويل ان شاء الله. بهذه النتيجة وبفارق نقطتين استطاع المجمع البترولي تعزيز مكانته في الدوري ب 32 نقطة، ويكون قد خطى خطوة مهمة نحو التتويج باللقب، خاصة وأن شباب براقي خرج من الحسابات بعد تعثره أمام شباب برج بوعريريج. الكرة الصغيرة مشاهدينا إلى رياضة الكونغ فو في ركن تحت المجهر، لهذا العدد رايحين نعرفكم على نادي شاولين لباب الواد، أحد أعرق وأقدم الأندية في هذه اللعبة، تابعوا معنا. سنة 1988 هنا بهذه القاعة بباب الواد كانت نشأة الجمعية الوطنية للكونغ فو ووشو على يد البطل الجزائري جمال عمران. الكونغ فو تأسس هنا في قاعة باب الواد في سنة 1988، وكان يترأس هذه القاعة جمال عمران اللي هو مؤسس الكونغ فو ووشو في الجزائر. بعدما كبرت الجمعية وانضمت إلى اتحادية الفنون القتالية، ساهم محمد الدسوري الذي كان عضوا بالجمعية الوطنية في الحفاظ على هذه الرياضة بباب الواد، وأسس نادي أمل شاولين للكونغ فو سنة 2000. والنادي هذا قعد ينشط إلى سنة 2000، كون نادي الهاوي شاولين كونغ فو باب الواد اللي أنا ترأست هذا النادي. شاولين للكونغ فو مدرسة تضم ما يقارب 300 رياضي ورياضية من مختلف الفئات العمرية، أبرزها الفئات الشبانية، يشرف عليها أزيد من 10 مدربين. عدد المدربين هنا حوالي 10 مدربين، لبعض منهم يفوق 20 سنة، وكاين ثاني مدربين مساعدين، وعدد التلاميذ هنا يعني بالاجمال كسوا كبر ولا صغير ولا حوالي 300 ممارس. العلاقه كنت انا رياضي نورمال، كنت اتليت نورمال، من بعد بديت مدرب وني ندرب، خرجنا ابطال ديجا. انا جيت هنا باش نتعلم رياضه الكونغ فو، واني حاب نولي نحلم باش نولي بطل رياضه الكونغ فو. انا في عمري 7 سنين، جابتني ماما انا وخويا باش نحب نولي بطل. واش يعلمكم الونطاير؟ يعني نلعب بزاف حاجات. قولهم لي. يدنا اي مابو غوندبو سيوبو سيمو فوبو جوليبو تيل مابو شابو طاولو السونشو أو المنازلة والمصارعة الصينية هي التخصصات التي يمارسها مصارع شاولين. وفي نفس
نفس السنة من التأسيس عام 2000 انخرط النادي في البطولة الوطنية وشارك في عدة منافسات محلية لمدة 4 سنين أبلى فيها بلاء حسنا. شاركنا تاني مع فئات أصغر منا وننا يعني بطولات وشرفنا القاعة وننا كؤوس كثيرة. بعد 4 سنين من النشأة وفي سنة 2004 انتهت صلاحية اعتماد النادي وواجه المسؤولون عراقيل إدارية بالجملة حرمتهم من تحيين اعتمادهم، وهو الشيء الذي منع المصارعين من المشاركة في منافسة رسمية. عندنا مدة شوية كثيرة من اللي حبسنا ما شاركناش في البطولات، وهذا راجع لمشاكل إدارية. يعني مؤخرا قمنا بترتيب ملف ومن بعد بعثناه للاداره اللي هي الاداره تاع الدائره تاع باب الواد، وحضر الويسي ودرنا لاسومبلي جينيرال وكلش، ومن بعد ما قبلوناش الدوسي. العراقيل احنا ماذا بينا نطلبوا السلطات يعاونونا في باريزون كما لاكريم وكما البلديه يعاونونا. جامي البلديه جاوا لنا حوسوا علينا جامي، وحنا خرجنا هنا خرجنا ابطال. الحرمان من المشاركه في البطولات بسبب الاعتماد جعل ابرز الرياضيين يهاجرون الى نوادي اخرى، رغم انهم يحنون كثيرا للمدرسه التي تربوا فيها. هذا الكلوب بشغل تاع كارتي تاعنا قريب ليا، بديت فيه في 95، مارست فيها، دخلت معاه شامبيون بوسا ميني بيرجاما، ومن بعد ما ولاوش عندهم الامكانيات باش بدلت كلوب واخد اخر، ودوك هنا نجي نكوتشي لي زيلاف نعاونهم. سي انا ماذا بيا يدخلوا ليكيب تاعي باب الواد، وانا تاني نسكن باب الواد، ان شاء الله يدخلوا يحسنوا الامور تاعهم ويدخلوا بفارق تاع باب الواد ان شاء الله، اسم تاع باب الواد. وتجنبا لوقوع الرياضيين في فخ الملل، يعمل المسيرون على تنظيم دورات ودية يكشف فيها المصارعون عن قدراتهم. يديروا دورات بين القاعات، يجونا يشرفوا علينا هنايا ولا حنا نروحوا لهم، وين التلاميذ تاعنا يشاركوا ونعطوا لهم كؤوس ودي ديبلوم وكلش باش هكذا ما يقعدوش في الملل. طاقة بشرية هائلة يستوعبها نادي شاولين للكونغفو بباب الواد، نأمل أن يجد كل التسهيلات من قبل السلطات المحلية لتجديد الاعتماد والدخول في المنافسة خلال الموسم القادم. المصارعة مشاهدينا حاضرة معنا في عدد اليوم من برنامج كوكتيل سبور من خلال انترفيو الأسبوع اللي كان مع رابح شباح رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة بعد نجاح الجزائر في تنظيم الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية، لكن للأسف ما كانش النجاح بالمثل على مستوى النتائج. نشوفوا واش يقول رابح شباح ونعود نور. رابح شباح رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة، أهلا بك معنا في برنامج كوكتيل سبور. أهلا بكم. سي رابح شباح، يعني لو نعود نرجعوا لآخر دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية كانت إفريقية أوقيانوسية اللي نظمتها الجزائر مؤخرا بمشاركة 22 أو 24 دولة، كيف تقيم يعني نجاح هذه الدورة في الجزائر؟ بالنسبة للدورة التأهيلية هذه للألعاب الأولمبية، الدورة هذه جرت في ظروف جيدة، والاتحادية الجزائرية للمصارعة وضعت كل الإمكانيات باش يكون نجاح كبير تاع هذه التظاهرة الرياضية، وخاصة هي نظمناها تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكان لها نجاح كبير، وحتى الناس اللي حضروا في هذه الدورة يعني كما زيتي ايطوني، تما
كما قال الواحد لو كاي دي شارج لا فيدراسيون انترناسيونال الى ايتي ابليكي ا لا لتر. بون حنا كانت يعني كما قال كان لاكومبانيمون بيان سور تاع المينيستر لا جوناس دي سبور اللي ساهم في انجاح هذه التظاهره، وكذلك اللجنه الاولمبيه الرياضيه الجزائريه. بالنسبه نتكلموا على النتائج انا نقدر طب اكيد كان هو سؤالي القادم لك، ربما النجاح اللي كان على مستوى التنظيم لم يكن بالمثل يعني على مستوى النتائج، ربما ما لحقتوش الهدف اللي كان مسطر من قبل الاتحاديه. لا احنا على كل حال كنا قادرين نحصلوا على نتائج احسن من هذه، ولكن احنا لازم كما قال واحد لازم نكونوا مقتنعين بين ما بين تما تاهلات الالعاب الاولمبيه تلت مشاركات نقدر نقول يعني مشاركه ايجابيه. كنا قادرين يعني نتحصلوا على 4 ولا 5 مراتب، ولكن الحظ ممكن ما كانش معنا، لان انا نقدر نقول اللي كان الاخفاق في المصارعه الحره كنا قادرين يعني ناهلوا مصارع ولا مصارعين في هذا يعني لو ستيل دو لوت. طيب كان ادم بوجملين وحمزه حلوي المصارعان الوحيدان اللذان تاهلا خلال هذه المنافسه، ربما هل نستطيع القول ان المصارعين الجزائريين ما عرفوش يغتنموا فرصه احتضان بلدهم لهذا الحدث؟ لا، ممكن كما يقول الواحد كان الضغط النفسي على الرياضيين تاعنا على المصارعين. احنا على كل حال درنا التقييم الاول تاع المنافسه هذه تاع الدوره التاهيليه، وان شاء الله راح نزيدو نديرو ثاني ان بيلون فينال تما تاع تاع المشاركه هذه تاع الدوره هذه التاهيليه تاع العناصر الفرق الوطنيه، ونشوفوا وين كان الخلل. خاطر الاتحاديه عطات كل الامكانيات للمصارعين تاعنا، ودرك نشوفوا وراه الاخفاق منين جا، يا من المدربين ولا جا من المصارعين ولا من شيء اخر. وشفتوا يعني المنافسة اللي جراها بوجملين أكرم ضد المغربي كان فيه الانحياز من طرف الحاكم، وهنا فيه كانت حسابات. لولا أكرم فاز على المغربي كان يمشي إلى أولمبياد المغربي والجزائري، ولكن الحاكم الحاكم البساط اللي كان يحكم في هذه المقابلة هو مصري، وكان على باله لو كان يربح الجزائري كان المصري ما يفوش يعني فوالا، دونك خدم للمصري وخسرنا الجزائري، والناس كامل شافت ولاحظت، وحتى يعني المسؤولين تاع الاتحاد الدولي تاع التحكيم ولا حتى الرئيس بنفسه رئيس الاتحاد الدولي قال لك راحين ناخذوا يعني قرارات صارمه ضد هذا الحكم. طيب بالنسبه للرياضيين اللي تاهلوا الى الاولمبياد، هل تم برمجه يعني سطرتم برنامج تحضيري للالعاب الاولمبيه؟ احنا من الاول على كل حال فيه برنامج حتى الاولمبياد ريو دو جانيرو 2016. فيما يخص هاد الثلاث مصارعين، ان شاء الله يكون فيهم يكون عندهم برنامج خاص، وراح نحطوهم يعني معها احسن مصارعين عالميا باش يكون الاحتكاك، ولازم يعيشوا المستوى العالي في هذه الفتره ان شاء الله. وممكن عندنا يعني احنا البطل تاعنا الافريقي بوجملين اكرم، ممكن احنا نعطيه فرصه باش يشارك في الدورتين المقبلتين تاع التاهل، واحده في تركيا واحده في منغوليا. العنصر يعني اللي ضاعت له هذه الفرصه تاع التاهل. طيب بصراحه يعني هل تتوقعون ربما احداث الرياضيين الجزائريين مفاجاه او التتويج لماذا باي واحده من الميداليات، يعني اعتلاء منصه التتويج نقول؟ احنا ما خبيش عليك احنا رانا طموحين هكذا، احنا عندنا فيزيون، عندنا نظره يعني على المدى الطويل، انا فيه تخطيط على المستوى الاتحاديه، وعندنا ثقه كبيره في المصارعين تاعنا. تقدر تكون المفاجاه ان شاء الله ولما لا من طرف طارق عزيز اللي عنده دوك الخبره على المستوى الدولي، وكذلك عندنا ادم يعني بوجملين اللي راه مرتين على التوالي راه بطل افريقيا، وشارك في دورات تاهيليه في دورات دوليه
يعني التقييمية والتحضيرية ونحصل على ميداليات. طيب سي شبح، بما انه انت راك مدير يعني مركز تدريب المنتخبات الوطنيه السودانيه، يعني هل حقيقه يعني المركز يتميز بمعايير دوليه؟ حقيقه اليوم واش نقدر نقول، حنا رانا نحسنوا يعني الامكانيات تدريجيا على هذا المستوى. اليوم اصبح المركز التحضيري للسودانيه يعني مركز نقدر نقول اللي يدخل يعني يشوفوا سيتون تما كيفاش راه سيت ان سونتر كي ريبون نورم انترناسيونال اكتوالمون. دونك حنايا على كل حال زدنا قاعات. انا باش نقول لكم برك على سبيل المثال، كان هذا السونتر دو بريباراسيون كان مبني للاربع اللي تي كونسي بور كات ديسيبلين، الاربع رياضات الرياضات الجماعية يعني كرة السلة لكرة اليد والطائرة والسباحة. اليوم كل الرياضات راهي تحضر على مستوى السويدانية، والنتائج اللي تحصلت عليها أحسن النتائج اللي تحصلت عليها الفرق الوطنية تاع كل الرياضات، وهذا تم راجع إلى هذا المركز هذا. واليوم زدنا حسناه تم وضعنا يعني قاعة أكمل انستال دو مشكيلاسيون او نيفو دو سونتر كما قال الواحد من طراز عالي تما دوت قام. درنا يعني قاعة يعني جميلة كثير و ريبون نورم ثاني في تاع الملاكمة، درنا تاع المبارزة، وقاعة يعني للرياضات الفردية الأخرى. يعني كل الظروف راهي مهيئة باش يكون يعني الرياضي يحضر في احسن الظروف. احسن ظروف. طيب بالنسبه للاقامه اي مبيت الرياضيين، هل الغرف تتميز يعني بكل ما يحتاجه الرياضي؟ خاصه ربما نعلم انه حاليا الرياضيين يحتاجون كثيرا للانترنت. الانترنت يعني موجود، يعني كان تغطيه على الانترنت على مستوى المركز، يعني فيها 3 بوين داكسي احنا درناهم تما ونايلارجي. اما بالنسبه للغرف، احنا عندنا 200 غرفه يعني تما تستوعب 400 رياضي. سرير والداخل يعني فيها اللي شاور فيهم كامل لي كوموديتي. على كل حال الرياضي راه يرتاح داخل الغرفه تاعو، دونك لا توسكيل فو، عنده حتى المكيف في يعني في وقت الصيف. جو بونس كو سي ليديال تما على كل حال، ويقدر تما الرياضي يركز، هذا هو الاساس. طيب سي رابح شباح، نشكرك كثيرا وشكرا يعني اللي كنت حاضر معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم على الاستضافه. وصلنا مشاهدينا الى ختام